ودلوقتي معادنا عشان نكمل معاكم لقاءاتنا مع نجوم مسلسل الاسطوره اللي اتكرموا في جريده الجمهوريه. امبارح عرضنا لكم جزء من اللقاءات دي وشفنا ابطال المسلسل كانوا سعداء ازاي بالنجاح اللي حققوه. سعيده جدا بنجاح المسلسل لانه انا ما كنتش متخيله انه هيبقى فيه مسلسل ينجح زي حاجات زمان. هو عمل متكامل، فيه انتاج ضخم، فيه نجم كبير ليه جماهيريه كبيره جدا، مخرج شاطر جدا، كاتب شاطر، فالعوامل كلها مجتمعه ان المسلسل يبقى مسلسل مميز وينجح. بس انا توقعت نجاح، بس صراحه النجاح اللي حصل لا، توقعاتي بكتير جدا جدا جدا. شكرا جريدة عريقة وزي الجمهورية ان هم يدعونا النهاردة لان هم يحتفلوا بالاستفتاء ويكرمونا وناخد كلنا جوائز، احسن ممثل واحسن مسلسل واحسن كاتب واحسن كل حاجة، احسن بطلة واحسن وجه شاب واحسن بنت وجه شاب، فكل ده النهاردة تكريم الجمهور افضل حاجه بيستناها اي فنان بعد ما يخلص عمله. والنهارده هنكمل معاكم اللقاءات وهنشوف بطل المسلسل النجم محمد رمضان رد ازاي على كل الاسئله اللي اتسالها في ندوه جريده الجمهوريه. وفي البدايه رد رمضان على الانتقادات اللي بتقول انه بيمثل شخصيه بلطجي في مسلسل الاسطوره وبيعمل منه بطل عند الجمهور. شخصيه ناصر دي فئه موجوده في المجتمع، شخصيه رفاعي دي فئه موجوده في المجتمع، حضرتك ممكن هتلاقيهم في السبتيه وفي كلاب والعيله وكل المعلمين والتجار الكبار هم شبه رفاعي الدسوق. نشر البلطجه او القدوه السيئه او فكره التحريض على العنف ده شيء غير سليم تماما، لان العنف هو شيء موجود في المجتمع، وانا راجل ممثل بمثل فئه موجوده في المجتمع، ويعني يعني قابيل ما قتل هابيل وما كانش شاف فيلم عشان يقتل، فهي الفكره ان الجريمه شيء موجود طول العمر. انا في الاخر مسلسل اسطوره ما فيهوش اي شيء يدعو للبلطجه، كل شيء عمله كان شيء مبرر، يعني اللي عمله في راجل في مرسي اللي هو قاله ان نفس الحادثه وقعت في حلوان وقعت في الفيوم، الواقعة دي حصلت في فيلم اسمه الحرامي والعبيط ولم نلتفت إليها. أما في لقاء بعد الندوة فكلمنا محمد رمضان عن ردود الأفعال اللي على المسلسل وعن النجاح اللي حققه. بالنسبة لي فضل ونعمة، دايما ربنا أكرم من توقعاتنا، يعني أنا كنت بتوقع النجاح ولكن ربنا أكرم بكتير من توقعاتنا. ناس كتير قالت إن مسلسل الأسطورة اتغيرت الحلقة الأخيرة منه عشان ترضي الجمهور، وإن المسلسل كان هينتهي إن رفاعي الدسوقي كان بيحلم طول المسلسل. رمضان كشف لنا حقيقة الكلام ده. ما اتغيرتش والله، هي نفس النهاية، وما كانش فيه عمرنا ما اقترحنا حتى ان رفاعي يطلع بيحلم، الناس كانت هتزعل اعتقد. ورغم ان رمضان بيعترف ان شخصية ناصر ورفاعي الدسوقي هما شخصيات ونماذج سيئة موجودة في المجتمع، الا انه نصح الجمهور اللي تابع المسلسل بحاجة مهمة. طبعا تقالي ده بشكل كبير جدا، ولكن بقول لجمهوري، بنصح جمهوري ان يا ريت ناخد الحاجات الايجابية فقط من الشخصية، يعني ناخد جدعانة ناصر، حبه لأمه، رضا أمه، يعني ناخد الحاجات الإيجابية ونترك السلبية. سألنا رمضان كمان عن النجاح الكبير اللي حققه في المسرح من خلال مسرحيته أهل رمضان واللي بترجعه من تاني لخشبة المسرح. والله كنت بأمل في ربنا طبعا، والحمد لله ربنا كرم، سعيد بعودة المسرح تاني، واتمنى ان النجوم تنزل بقى، يعني نفتح المسارح المهجوره دي، ولان المسرح هو شيء بيساعد على تنشيط السياحه بشكل كبير، صناعه مهمه، يعني لازم نقف جنبها عشان ترجع تاني بشكل كبير. وفي اخر لقائنا مع رمضان كشف لنا عن اجدد افلامه الجديده مع المخرج محمد سامي، ووجه كلمه اخيره كمان لكل جمهور. جواب اعتقال في عيد الاضحى ان شاء الله، بجسد فيه شخصيه جديده من نوعها، شخصيه اول مره امثلها، قضيه مهمه جدا بتواجه البلد، ويا رب الناس تستمتع. انا سعيد بوجود كاست محترم، فريق عمل محترم، اياد نصار ودينا الشربيني وسيد رجب ومجموعه كبيره، انا سعيد جدا بوجودهم. اوعد جمهوري ان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنه، دايما في نجاح متصاعد، ثقه في الله، وبنصحهم تاني للمره التانيه يا ريت ناخد الصفات الايجابيه من الشخصيات اللي انا بمثلها ونتلاشى الصفات السلبيه، ناخد جدعانه ناصر، رضا امه عليه، الحاجات الحلوه، ونترك الحاجات السلبيه.